الولاد يدوبوا مع بعض، الولاد يعرفوا الثقافات والعادات والتقاليد وال كل حاجه كده سيد بتاع سيد اللي موجوده معاهم في الجامعه، وبالتالي ما بيبقاش في فوارق. كمان احنا بنتكلم على مصر والوطن والطبيعه بتاعت مصر والثقافه القديمه والجديده وكل حاجه، وبالتالي احنا ده يوم يعتبر يوم من الايام الجميله بتاعت جامعه مصر. السنه دي عندنا 10 دول بخلاف مصر، زي ما شفنا احنا في افتتاحنا بمقدمه بسيطه، بعدين رحنا زرنا الاجنحه بتاعت الدول، كل في الاجنحه ديت هم عندهم كل الكالتشر بتاعتهم وكل الثقافه بتاعتهم، سواء يدويه سواء ثقافيه سواء تعليم اي حاجه بتعبر عن الدوله. وبعدين ده الموضوع بس هياخد كده يومين كمان مصارفه فنيه رياضيه ثقافيه تمثيليه، وفي الاخر في لجان بتحكم المهرجان وبتطلع من الدوله الفايزه. الغرض هنا مش تنافس، الغرض هنا هو نعرف مين الدوله اللي اعدت افضل اعداد عشان السنه الجايه نبقى بنقدم المهرجان، نقول احنا عايزين الاعداد يبقى على المستوى ده. دي السنة الثانية للمهرجان؟ السنة الثالثة للمهرجان، بعد 37 سنة الجامعة المتوسطة بتقدم المهرجان. أهمية تبادل الثقافات بين الدول المشاركة في هذا المهرجان؟ بتدوب الفوارق بينهم، بتبسط العلاقات بينهم، بيتعرفوا على بعض. احنا كمان في نفس الوقت مصر دي آمنة، مصر ما فيهاش حاجة خالص، مصر الناس بتحتفل. يعني برضه احنا بنعبر عن اللي موجود جوانا، وبالتالي حاجة برضه بنعبر بيها عن مصر. واهميته بالنسبه للطلبه واساتذه الجامعه؟ اهميته بالنسبه للطلبه بتخلي ما فيش يعني العلاقات بينهم تتبسط ويتعرفوا على بعض اكتر، ويعرفوا الاماكن المكان اللي هم عايشين فيه، ويعرفوا ان مصر دي دوله بتحتضن جميع الدول وبتحتضن كل الناس كلها بمنتهى البساطه والسلاسه.